بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بینند تلویزیون خبر جارکادی امگهشن برنامه خواه برنامه هفزرین هک خود حسکتن اوی خلکل گل سیدای کیفی ام دل سر بابتا که آخوین او بابتا گل گل گرنگه ادجیان آمده چنکه رب العالمینی اف بابتا ام بحثت کن تسلیمی عرده که رو عصمان و چیا و کتوانا ورگرن نشان هرگرن تسليم إنسانا كر إنسان جك مروفا كي ظالم جاهل بي وقت رب العالمين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها والجبال جبر هندي والجبال جياج الجل جبر هندي بين سر أمانات مفهومة ويوتي جهاوي وعلامات توي كامروفي أمين شوا نمروف دي شوا شيت نافي جلشوكا أفروكايا هندامازندا مروفي أمين هل بجيرت أو مروفي أمين وكي هندك نشانت هين اوان نشانا خود حسکت الگل سیدای من سیدا مفهوم الامان آنکو امانت هکت پیناسا و اویدیا و چتشتا یعنی هکم بحثا اماناتی بکن بله بلاوی خدای مزم دلوه سوپاز بوده سیدای عزیز طبعا اف بابت تنه هر بابت شیدی گرنگ تره بو جیانا بسلمانی و جیانا میا کردواری ویره وکی یادیار تو تفسیر تینه دان بو وی امانتی ايك شوانا كرام بهم برا خدا اني افيا اف فرض رب العالمين سير ما فرض كريم نفيجا روجيا حجة يعني زكاتا جهاد طريقه خدي دا بوري دي محتاجيه خلق تشريعات بلا تشريعات يا دي محتاجيه خلق حاجات الناس اريت هني محتاجيه خلق وقت كاتشو افريكاز جانا خلق عامه بيك وان بجين جوازي حتى القلب سلمان وغير بسلمان اجي چون که دوید امزانی نمولاتا که بسلمانا همی گاوا بیگ و جیان میا های دورو برید من خلکی که دید ناف مدا ادجیتن بر هندی مفهوم اوی آیتا پیروسی نعرضنا نمانت على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملها فاشفقنا منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا طبعا اوی وکی رب العالمین اف امانتها يعني عرض كري عرض و عصمان و چیا تقبلا في نشان اوی امانتی رایتن بل امانات جلك مظنة رب العالمين يعني رحمه دلوفاني وفيانو يعني قدرته شلون جدا في انسانه هني طبعا اف انسانه هني وكي امزاني هيزو قوته ويش تشيو مسطره مش عدو عسمانا مسطره شو رب العالمين تشي ترزانيتن اف انسانه هكا تشوا تشيكريا بس اف انسانه هني افي ولد جريتن في امانتها طبعا تشيو قويتره بيستره هذه درستي تطبيق نكاد في امانتها وسرخوا وكي ورب العالمين امر بيكري جهبه جبكات ونهي ويجيكري خشن الطباش ابي ظلم نفسه خاك انسانك ظالم انسانك جاهل انسانك نظانه ويغا في ابدك بيتد بن وكي بسيار جواب ده برهند الفيرا قالك يا بيدري امر امزاني تندي تشوا ابي امانتها سرخوا راك بس تي عندك تجهت امانتي هنا وك مفهوم يعني مروف تيب جهه وكندك تجهنا امانات كاتشت اشتنش تش مفهومه هاتنا مصدر ويش كي با تجهت ويش كي بلى طبعا وكي يا ديار اوا ام برتشوف ببينين امانات يعني او واجبات رب العالمين دانا نسر من المروفي برام بري حرم كسات يجل دورو بري مروفي يت كمالاتينا ويت احتمالا يت قانونينا افتشتاني هم يت هاي مصدر سلكي اوا يعني بيجن امانات تشتيتن معنا من بعد عقيدة بيرو باورن بيرو باورت إنساني وقت أبي أمانته هني ب وكيم بيجين بيجريب بكتن إش عقيدة وبيرو باورية تتن وحتى كلمةش أبدية تتن أمن تتن إمناهية تتن چونك أمانة دجي ترصية أمانة دجي ترصية فأمنهم من خوف بلى طبعا أف أمانته هني هكير إنسان بهتن درستي اوه امانتا هنه تفسیر کت گلک بارد جانه ود گریتن و بس نه اوکو از بیجمت همامن افرو که تشتک ماده اک دانا دفته و امانتا دفته گلک بارده انشاءالله ده همیا هتا دیار کرن بیره اف امانتا هنه وکی یادیار رب العالمین اف انسانی ها وصابه تکلیف کریه وكي پیغمبر صلوات خود سر محمد بیش دمه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن سه جارات بیشتن أبي إيمانين أبي إيمانين أي بس صحابي منا حبتي يا رسول الله أفكيا كنت من لم يأمن جاره بوائقه أو
اوی کسی ایمانی نه آن اف کسی ها اوی کو جیرانی وی شوی ایک ضرر آوی دیر نکوید ازیت آوی خرابیت وی یعنی اوه کو هم بیشین گلی جارا ایمن نبیتنش وی جیرانه هنه کو اف جیرانه ها بوی بیتن مصدر ازعاجه سید نوکا گلی جورت ایمانتی تنگ هندک یعنی وقتی بله. رو بیشت امانه وسطیت گهد کو بس یعنی پارتنی امانته بله آن دیتی گهد تشتکی بتنی امانته يعني عندك جور هنا مثلا جبلي باراج بلي مثلا مفهوم مثلا وقت بيشتن دوتشي او عردي وانا مفهوم افرحال دفتر ايمانه مفهوم يعني كان جوريت ايمانتي هنا ك بيتا ديار كرن جوريت بلي وانا بلي طبعا يا ديار يعني ام بهم برخديني وك عبادات شفت جريتن مانا وي مصالح بديني افا عبادات افيد جريداي عباداتي فا هذا امانه تستمروا في ده هذا حقي خديه حقي خدي يجوت يمن نيجي بك روجي حجه زكاه واف اوامر رب العالمين داينا من وقت اس ابي حقي هني ادات كم هذا من حقي خدي راكر هذا امانتك استمدو من اداكر يدي عادات وتقاليد يتكمل هنا جواكينا يان امبيجين اخلاقيات نوف جواكي تدا ابي تاني همي نابیتن تو تخصیلیت جانبه که جوان دا بکنی عباداتا یت خوده نه یت مروفایتیه کسوکارت نه مروفت تنه وجاده هیت انشاءالله هم دی پتر سروان خاله هم یا راستین الویره اوادی تو اعراضت خلکه کی پاریزی ارضوان کرامتوانا پاریزی خاله کادی محافظل سر حقوقی توانا یت زانینه یت گشتنه و دجمن کاریل وانا بده پاش دورو برید خواه، مروفت خواه، کسو کارید خواه و هر وصله به، ویره تو خواه دیری غشه بکی او حیله بازی اوه وکی هم بیشین یا وکی میزانه احتمال گلی جارا اف امانه تست اومده منه ویلون لیل مطففین الذین اذا اکتالو علی الناسی یستوفون اذن ویره برا خواه دی رب العالمین بحث هنده اتکتن بیشتن اوه میزانه غش نابی تو اوه امانه تکی رب العالمین دافته تو کرین و فروتن پیوان تو بکی وقتی تو بخواه ات کشی اب گرانی مانه وقتی تو بخل که کی سویک پیشی ایدن رب العالمین نمین هشیار که نوه امانت است اومده یادی ام مال خلکه کی آنتای بجی وکی وگاوه دهاته دهات وکی سردم پیغمبری صلابت خود سر بون غنائیم هم ببانه غنیمه وقتی تاد بری که هد با توزیع کرن هندک دا غنیمه را کن بر هنده وکی پیغمبری صلابت خود سرم گوتی ها تو دیب اگر وی یه شمل که دیچی جهنم آگیری ما نه بس شمل که را کربو دیبیت اگر جهنم آتا ایدن اوه هنه سیده مهدی راد گی وصا بوم دیارت کتن او رو که داهات وی ملتی اوه دست کفتی ما نه امانتا امانتا هندکی السر وی داهات ها یه وی کسامان وی ملتی اجویره یعنی وقتی یوسف علیه السلام گفته اجعلنی علی خزائن الارض يعني مدينة سر خزينة على إني قوي أمين أمين يعني أرجك بوهند الزغرة قالك جارا يعني هكا أم بين صح كن بيغمبر عليه الصلاة والسلام مش بشيتر الزم بوقت الحديث هكي بيشتن سيأتي زمان على أمتي بلى يؤتمن فيه الخائن ويخون فيه المؤتمن ويصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق يعني اتنافي أفروكا مع معاك مظن هي اتنافي هالكيدة يعني دفع عالمي ده مثلا يجلى جلى كي لايك هبن ان يجلى كي مثلا وقت مثلا كي هي شهرته وانا يعني اباد خلقك تصحك تبي نصحك انا جانبي ديتر اب جانبي ديتر يعني نوكا افروكا ام بي تي في شنا ام دي تشوا وان مروفا نوسكن اف مروفيت مثلا مروفيت امين تو تشي مثلا باجي راكي تو دي تشوا زاني ابيها امينه دي يعني بيت عندك صالو قتل دفع بن مروفت چاوی مروفی ناس برای ما پیغمبری صلوات خود سرم او تشته بومد یاد کرد حتی گره ای کش نیشان فقی مانه دیار کرد یعنی الویره وکیتا آماجه پیدا یعنی او رو که خلکه که رازگو پیغمبری بری 1400 ساله بومد یار کردی دی زمانه کهت وقته کهتن اف ملته دهوله هتا امتا اسلام دهوله هتا منسان رازگو دین در خلقی که حاشا دی بین دروینه یه امین دی بیتا خواهین یه خواهین دی بیتا امین امت و وجه سرکشی ها بلت و ولات دیکن مخابن یعنی
هذا منظوري كده منظور إنسان نتيجه اشتيدا أما منظور نتيجه اشتيادا الحمد لله روج بروجي أفمل التي هي تدقيتن يتظانيتن كاكي كي إنسان دس باكا كي إنسان باقجا كي إنسان دشيتن سامان ذي ملتي دهات ذي ملتي بدرس جهنيتا جيه بيدفي هي محتاج برهنت بيغمبر صلى الله عليه وسلم بجتماه الشيار بن إنسانك وأبروكا يي راستيد بيجيتن كيا او ابيك كريالت كاتن ابي تطبيق كات الحمد لله يا دياره مروفيت راستغو كريارا وان يا دياره مروفيت دروي روجانه درويت كان يي في ملتيت كان او كسا يعني برتشوفن دراوا وانا روج بروج يوم استليتن دي سري وان خوتن سيد سعد بايفا امين يعني حتى عمر بي بيشتن والله تجاره متماهي نكره منصبك اسواغيرم وقت پیغمبر عليه الصلاه والسلام قوتي از دي ظلامك وانيرم امين هذه الامه حس ابا عبيده بن الجراح كلي يعني او منزله ابا عبيده بن الجراح ورجرتي يعني ايكا واك عمري عشر المبشره بيشتن خوزي اسواكي ابيدي بوم ابا عبيده بوم افسالو خطت بون صحابه يعني هلكي لقبك بي هذا امين الامه بي هذا تشي تشي تشو اخو غوندا بي مرتبه هاني بله بله طبعا اذا هاني بهند الديار بيتن سيده مهدي جرينجيا او كار پیغمبر صلى الله عليه وسلم من دتني كو او وكي امانته حتى وكي ابو ذر الغفاري منت بجتن يا رسول الله لبكا بشت انها امانه انها امانه انك امرؤ ضعيف بله تو يا ضعيفي واذا امانته ورجع قيامتي حسره الشيمانيه وديتو ابيدي بيلا برخد جرينجيا في ام باش بزانين امانه الدف صحابيه دف هواليت پیغمبري صلى الله عليه وسلم دف بشايد في امتي وحتى في غوي جمرو في بسلمان اگر كارك يتخران نبينيتن او نشت نعوي كاري انجام نادتن سيدات اشتقدي بيست راس الحكمه مخافه الله بلع. هكا يعني ايش خدي بترصد ليش ايش يعني مروفش خودي بترصد بزانه بصدي الصد ما ده افش خودي ترصد بلا دي بكرهها او كره او خودي فيتن دي انجام بس الانسان خودي ناترصد طبعا ما صحبتك يعني جرينجيوفي امانه الدفون افيا امزون فيت امزون كو ما جرينجيوفي في بابته هني افيا دي مجتمع ما استقراريات بيدا امناهي دي بيدا بيدن اف ملتي هاد دي بشتراز بيتن شما في خواه وقت امين امين في ملتي بريفابن امين هن ملتي كي بريفابن ويقاوه دي بشتراز بيتن خالا دي حجي كرنو فيان جرنجيا في بابته حجي كرنو فيان دي نابينا خلقه كي دا بيدا بيتن كس نابيتا دجمنه كسي نابا دا صلاة وافي هنه رعيه دي دجمناتي هاي كدو كان نخير وقت امانت بيدا بو وقت خلقه كي ما في كسي نخار خلقه بو انسانه كي امين سر ما في ملتي او ملت ابو چی دی نخواشی وان کر پیدا بیتن خاله کادی اوه اوهن امانتی گرنگی کام مازن جهه که تایبتی اید جانا یا دولت دا یا خلک کی دا و خاله کادی هلوی یا پتر یا امبیشی گرنگ یکو اوه حتی پیغمبرت خود سلامت خود سر من رب العالمین رساله به هر پیغمبری کی ورای کری نبس هم یا دینی بتنی بحث امانتی کری نه خیر یعنی حتی انسانیت که چه واف انسانیت گلوانا جید خاله کادی امانت صفتک صفت مروف صالحه که چه رب العالمین بحث کتن والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون هذا أو بنايت كو أحد السوزي تخو وأمانات كذا دستي بدرستي أنجام ده بدرستي أو كارهنة الدا خلك كي ودجهشت أبي ديا برهندي احتمالا مروي بالسلمان ونبي السلمان جي هكير إنسان كي يأمين بيتن لمجتمعات بريفة سيدا نوكا ما جرينجيا أمانات زامي أري باشا هندك ديمان هندك صالوخات هند يعني رانجيت هنايت بس مثلا مروفي بسرمان ديب تش مثلا تش اوست اتنا ناسكرين مثلا ابا ايمان مالي لوانا هندك خالد هين هندك ديمان هين هندك وكي مثلا كي بيشتن سيماهم في وجوههم وكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتي يا رسول الله رجا قيامتي ام چوا دي الناسكرين قوتي غراء محجلون من اثر الوضوء يعني افيت هني دستت وانا ونفجوفت وانا برقن هندي دست في جاد جرن فيجا افا نوكا افروكا ام بيتي في هندنا افي مثلا صادق الامين مروفيت امين ام دي تشو مثلا بين النف خلقه كده بلي طبعا السياره تحت مالا وكي يا ديار ما بحث صالو خطا وانا كير بس شكلت وانا اول فيرا ام جيونا ام دي تشو يعني جهده
يان چه رنگ رنگ ام بيجين تعامل الجلب كي انت جانا بسلماني دا يان جانا خلق كي عامة دا كيش بواري دا ام دي في امانتي تطبيق كي جانا خلق كي دا ايك اكر ام بين برخواد اين امانت الديني دا مانا ديني دا يا ديارة وكي رب العالمين امر ما بينش نفيجا كريا و رمضان كريا و حج و زكاة و كلمة شهادة مانا أبا يتفرض أبا ركنت إسلام هذا وكي يديار رب العالمين أم خلقيتك لنبو فيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أبا إيك أبا أمانتك أصل ماذا خلق هذه أمانة النفس ماذا أمانة النفس هذا احتمال قال لك جارة بهم برخواده يعني نفس بو كانت خلافات جريتا يا نفسي أبا كو أف عقلها بيتا بارستان سيدة مهدي رب العالمين عقلي دا يا بشري أف أمانتك نابت أفرك إنسانك خدي عقل داي عقل خوا بجمع ديني تعردك أب عقلي خلقك شو البكات مانا بوجع خدي أف أمانتك داي كان دي هاي ألاف يتفكرون أولي الألباب بلي طبعاً وكأر إنسانك شمع عقلك طيبتي داي نك عقلي أجر إيكي رب العالمين قد با اف عقلي في ملتي همي بلا سري في دا في شخصي دا بي تمام ام كسا همي دا بيجني والله عقلي مي في اما بري ماكي فدا دي وابيتن بس هر كسا كش مع عقلي كداي اف عقلي ها امانتا دست مدا نابيت اس عقلي خب عقلي خلقي ابدا مري من عقلي هاي از هزرا خوتي دا كم چه تشتي باشا چه تشتي خرابا خالكا دي محافظة سر اوي جسدي اوي جسدي اپارزا جسد خودی دارم. اگر باش افرادی هکر اس، اگر آجلاک مروفا. ولا ترقو بأيديكم في التهلكة. إلى التهلكة. طبعا ویره هکر از تو و گاوی، تو دی سرکیاریت من عذاب خوی. نه. از دش برتع کیار. ولا تزیر وزیره تون وزیر آخرا. اذن افرادی سیدای کیفی یک کاری که انجام دادن سیدای مهدی نپی بیدیا. بوچ تو دی جبر مخوافج آگری. اذن از دخو پارزم مشولش تاني نخاره كادي أذا أمانته أبي وكي أمبيجين أبي حق هني يعلمي يزانستي أم بيرابي يا ملا يا زانا يا إنسان تيجهشتي خدي أمانته في علمي دافته في علمي هني نابتن توبو خطورته وهندا بس يلجم بلجام من نار هكذا طبعا في إنسان في قاضي علم يخدي الدف علم دنيوي الدف علم يعني حتى قانوني الدف هي يساي الدف هي أفكسي هني في علم هني ببرجوانديا هندك مروفا وهندك برجار دنياي هندك قريجا دنياي دتي خيانة في أمانتي بكتن أبي زانستها بكتن أبي رغستيها بكتن أبي سرفراز جاويا دنيا وآخرتها ويمزاني يعني إنسان عالم رب العالمين فضل ديوي جلك وجلك يتشاوي مظن كريد سر جاهلي وكي كاتشاو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيشتن فضل يمل سر يشهوا هم يوكيمتر مانا اذا افا هاني ديتن برشاف هر كسا كشما ببينيتن دانا بتجهي اجرا هاندي كواف انسان هاني توشي مصيبت يتمازم بيت خالك هادي احتمالا بحث بكين يا امانات اهل مروفي دا و كسو كارا دا مروفيت مروفي طبعا افاجي كانت خالك يتين سيدة مهدي قو انفسكم واهليكم بلا فيرا امراعات حقي أبد بن مدى بكين هف جينا مروفيا عيال مروفيا تربيت كرنا وانا اف عيالها بدرسي بيتا پرورده كرن اف عيالها نابيتن هما برالا بيتن اف كسي تاني امانت سطوتا دا هر وصا جنك برانبري ظلام خوا اف امانتا اف عيالها امانتا مالوي امانتا عرض و كرامتا و امانتا او شرفا في ظلام هلية أبد كفت بن بيبوت كلكم راعي وكلكم مسؤولون عن رعيتي بلا ظلام برپرسش مال جنگ برپرسش مال ظلام خواه خدمت کار سیدی خواه کر یه دای بابت خواه اوه هنی خالقادی امانت مجتمعی دا اوه طبعا گلک یا برفریا امانت مجتمعی دا چند خالاوت گریدن هکر افرو که هم بیجین معرکه چه بود عردی دا اوه دو برانبری جهله برانبری نزانینه برانبری دجمنت خوده مالا مصرين نمونه في قاوية متبينين الغزة برا خود اوان خراجيري تبران بري دجمنت خوده نارفن مال نما عيال نما خاني بسرداتنا خاري و بران بري وان افجن كتا جنك
والله وقت مروف وانجن قاد بينيتن مروف بيت خودي مخابن يعني ما ظلمني ما ظلمني خاصة رئيسة أبي المتقاضلية عربة بلى بلى سيدة هيك أم بين أبا شكلة جيشتي هيك تبي صحكية مثلا أمانة ما دام هندا جرينجية خوي هي هل باش خيانة أمانة ده بلى اشتقبوها مثلا هكا مثلا انسان كما بيشت ماتشيه ما تشنينه دل مبوره ماتشيه وما يعني اف مثلا نوكا اف مشكله ام اوريشو حمي ام تدا ام بيجن مشوله بي وماتشيه ام مشوله بي وماتشيه يعني حل بال انسانياتي حتى بيغمر بلا تكونوا امعا بل يعني منابت امعا ان احسن الناس قولوا وان اساءوا قولوا اسانا شو السيده فيري خيانات الامانات اذا چه ابدی آخه هی؟ چه بو هی؟ بله طبعاً یادیاره پیغمبر صلوات الله علیه و سلم گویی اوه خیانت الامانتی که نشان منافقیه. و نه فرموده که داد چهار ابدی داده. اگر حدث جذب و اگر وعده اخلاف و اگر تمن خانه و اگر خاصم فجره. طبعاً اف کردن نشانت منافقی. و امضانی جر مخابن یعنی مروی بسلمان فيد جلكوا جشواها بيتن. لن يلدغ المؤمن في جحر الأفعى مرتين. بلى. فيتن مروي بالسلمان جلكوا جشواها بيتن. نشانة منافق خطر سر. نابيتن هما برخدت دنياي أف دنيا هني ولبي بكت وسر دابتن. مانا. بيغمبر صلاة خد السربن أف نشانة وديار كن. رب العالمين شد بجتمع. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. مانا. والعياذ بالله. يعني بن طبقة كافر داجي. يا بسلمان. يا زانا يا عالم افركتو تدي تشاو اخرت اخوا اف اخرت اكوتو بوستكي دست خداني في دنياي هندي تشتي دنياي داب خيرترو باشترو تشيتر بيتن تو اوي دنيا هني رابي اوي اخرت هبدا في دنيا هني خلقكي نياتاجي فيرا رب العالمين غازيمت كت امانتي تسليمي خدا ناب كان مانا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته تسليم خداني بكي رب العالمين ما جلك الشهاد كسر في شندهاني حتى بيغمبر صلاة خد السر من بجيتنش كبائرة يا نعم تشتكي بسيطة أفها أفتو خيانة الأمانة كي أذي أفركتو شهد الزوريت كي بيغمبر صلاة خد السر من بجيت الصحابية أزبوها ونبيجم أكبر الكبائر شكون هيش هم يا مصدر بلي يا رسول الله الإشراك بالله بيغمبر بيجتنا الاشتراك بالشركة شركة تبخدي شيكي دو عقوق الوالدين وبيغمبر يدريش كليا راد بيتا فسر رينشتن يوصل رين دخاري يدريش كلي بور رين دخاري ود بيجتن ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور أو فجا تكرار كير وتكرار كير صحابيا قلت والله ما قلت خوزي بيدين باو بيغمبر صلى الله عليه وسلم هنت أم ترصان دين يعني هندا هندا قلناها ويوم عظنا خيانة الأمانة لا تشتكي بسيطة بلا. بس أفرك الداف جلك مروفا سيدة مهدي مخابني فمخابني ف يعني تبين أمانة تشتكي جلك وجلك بسيطة دافونا مجرد أخفتناته أزوتو أفرك إيل جلك تأخذين تنينا بلا باش أمزانين وقت أز السر ملي خازفريم سيدة مهدي نهوجا اللبيب تكفي الإشارة ويقول طبزانة من نفيد كسي يقول بيتن سيدة مهدي نابينا منو تدايا مانا بل هندي ويقول اذي بايفوها تبجيهيني خلقكي قلنا دو قلق جارة دي برخواد كسي ببختي دي في خلقكي فانا بيكو اف انسانها بريئة جي هفا مصطرين قلناها هفا جريمة آن قلق جارة فيسبوك يام دبينين هندك اتهامات دي بار خلقكي فدان يان اتهامات توصى كارك ونكريا دي بدوفانيتن نظن اتهاشو فى راست اعوافت فتن اوى كاسي هني بشكنيت بس او نظن اتهاشو كاسي بريا بشكت فلولا يستنبطونه الذين يعني استنباط بك هرى مثلا بل. قرآن بزفرة اهل الذكر بزفرة كراسي ان جاءكم فاسق بنبئ فتبين فتبينوا يعني اول فيدري سيدة جبر ام صحت كده جبر وقتيج يعني جرينجيا امانات ما اف چند زانی بس اکم بین صح کنی گلک جارا پاراستن امانت اکی بسیط انسان ها دیگه هنی تا پلیت بلن یعنی بحثا ظلام اکید کرن حرز بیل بر دف بانک اکی هندک پارا دیتن تسلیمی بانک اکیرن پشتی هنگی اوه چوز بری حتی ها تا رتبیت بلن
اگر وی چندی چونکی اوی اف امانت پاراست یعنی نهر گرد وجا چیل بد هندکت بجن هکه نیزی که دو سه دفتر آجی بد یعنی پشت اینگه چوت منصب که ده پتر پاره شوی جو پتر گشنی بالفعل یعنی انسان اب حرامی تشتاکی رفس کت بله حلالی دیگه حلالی دیگه بله بالفعل وصل طبعا امانت سيدا كرام باشا رب العالمين امر ما يبوكري بلي. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهله واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل بوشي بي فجريدان چونك اف امانتيت كويته دستي حكمدارا نو كويته دستي همي كسا ما نه حكمدار ملت ابريفات بن رئيس دولتي ملت ابريفات بن اف رئيسي هني دفيتن جوازيد نو بين شعباخات نكتن رئيس دولتي وحتى رئيس خيزاني بربرسي خيزاني رب العالمين افكاسي تانيكو كانت مروف بندسي تانا تودي هند بربرس ببران بريوانا هكار افرو كان بيجين رئيس دولتي ساعتكوي بدلي عبادتي 6 صالة هكار عدالتي بكتن بس اگر اف انساني هني في جبا خايم بيتن با هكار اف انساني هني مال شعبي بخوتن با هكار اف انساني هني اف اف يعني افام بينين في قاوي سرانسري جيهاني احتمال الكردستان اما يا ولي كري افريقيا سيدا مهدي يا بيا جي هندي دلي تاكي كرد يي اشاندي خيزانك نمايل كردستان دلي وي نيشاي بر مالو سامانوي بحرا ايجادات خندق بالافج بلي افانا يعني حتى الفيرا يعني مالو ساماني وانا مالو ساماني وي شعبي يهاتي خارن افا امين دولتي رب العالمين يكري الرئيس أبي خلكي كريه الرئيس، أبي خلكي كريه بيشاي، أبي خلكي كريه سرور إخوة، أبرو كي خيانات الفي ملتي كاتن بشتراس بعذابه وينما كي عذابا كسك عادية هما تشتكي بسيط خار بيتن أنا بيد بيت، يانجي بأمريكا خدي كر بيت يان نفيجك نكر بيت يان عبادتك نخير، أبي هني وكي رب العالمين أف كسي تاكرينة بندستي ويفا فيت أبزانيتن دي بهين برخاديني بيشاية في أمتي امام عمر خديجه رازي بيت حيشتر ها كذا ديف دو حيشتر حتى بينيت كتناف بيت المال مانا حوام بينت كات مانا بوشي چونكي امانات خلقك سر وقت عمر كوري عبد العزيز عردك نما بو يعني زكاه ندبري كسك نورد كت وقتي امانات حبيتن البت دي دنيا ديچلي هتاو پره مو ديچلي بس هكير افرو كاف امانته نما امد بينين خدي يجير عردو سر عردو دورو براو هندي دواتك بيتن حميد بيتا دزينو دي بيج بيتا اخفتنا كهي بيم يا رئيس سنغافورة نت بيشتن هكتا بيتن تو يعني شيشتن بكام فساد راك بيتوش درنجا سري بيبا بي يعني وقت تو مثلا خانك بيتوش درنجا سري بيبا بشوي حتى بيبني ويجب يعني ما هنت واخدني من بحث بكين كجاء أبيت شن سنغافورة أم شو أبش بني بيفا أم درجة بني شن حتى شن قريب سعادات حتى فيجا يا سريت هيلن أما بس يا بني ابتنيت شون بجاش برهند السيدة يعني وقت أخفتنا كايا دي تري قلك يخل بيشتن هكا تدي سيارة قلكي لو كدنت باجي ريدا نرامانا هندي عالم رفاهية دا رامانا هندي كو بچيكت دزايت مازن بين بله اذا حمي امانتي ترى برات كم بله سيد الفيدري ام جاشتا دو ماهيكا برنامج خواه و قالك راسي خال البردست مامابين بس امو هينو حتى خلاك قاديا هفزرين من شاف ديريا خود و خود القلب ان شاء الله